أول ما بيثبتك بالشكل ده بتبدأ ترجع لورا ببطنك بالشكل ده في نفس التوقيت، إيدك الاتنين بيحجزوا إيده أو بيحجموا إيده بالشكل ده، إيدك اليمين على الشكل ده أهو بتيجي على أول القبضة بتاعت إيده أهو، وإيدك الشمال دي بتيجي فوق القبضة، بتبدأ تلف الاتجاه ده، عملت ضغط قوي على مفصل الريست أهو، وبترجع بظهر السكين على رقبته بالشكل ده، وبتديله لكمات متتالية هنا في الوش بالشكل ده عشان تعجز حركته بشكل نهائي، تاخد الحركة كلها في جزء من الثانية. ما بتديلوش فرصة إن هو ياخد رد فعل أو يستعمل دراعه التاني.